السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ميس مام التعليمية. النهاردة هنعمل ريفيو عن كتاب الباهر الخاص بالصف الرابع الابتدائي، منهج كنكت العام الدراسي الأول. زي ما شايفين معايا ده شكل الكتاب. إن شاء الله اللي حابب يتابع معايا، أنا هشتغل من الكتاب ده هنا على القناة بتاعتي. اللي حابب يتابع معايا يشتري الكتاب، علشان أنا هبدأ شغل على طول من الكتاب ده علشان نقدر نخلص المنهج بسرعة. قبل ما نبدأ ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات علشان الكل يستفاد، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة الكل علشان يصلكم أي فيديو جديد أنا بنزله. Let's start. في معايا ده شكل الغلاف من بره، هنا الكتاب بتصريح وتحت إشراف من وزارة التربية والتعليم. شكل الكتاب كده بيبدأ أول حاجة، بعد كده هنا جايب محتويات الكتاب زي ما شايفين. هنا أول حاجة theme 1، الموضوع الأول يحتوي على 3 units 3 وحدات، وهنا كمان الموضوع الثاني بيحتوي على 3 units 3 وحدات، تمام. وزي ما شايفين كمان هنا بعد كل 3 وحدات هو جايب review، وهنا كمان كده theme 2 اللي هو الموضوع الثاني، هنا في 3 units في كمان بعدهم ريفيو مراجعة. في الاخر خالص في خصوص الاستماع موجودة في اخر الكتاب من ورا خالص. طيب كده هنا جايب ريفيو، جايب مراجعة على الصف الثالث ابتدائي. شايفين هنا جايب كلمات لها علاقة بالشعور، وهنا كلمات لها علاقة بالجسم، كمان اكتيفيتيز يعني كلمات عن الانشطة، وهنا كلمات عن الاساس زي ما شايفين بالشكل ده. طيب بعد كده جايب كلمات تانية هنا عن animals الحيوانات، وهنا عن السيرك، وهنا كمان جايب عن الدول والجنسيات، يعني اهم الكلمات اللي الطفل درسها في الصف الثالث ابتدائي. لسه كمان في كلمات تانية هنا جايب عن فصول السنة والطقس، وهنا عن التكنولوجيا زي ما شايفين معايا، دي كلها كده كلمات. طيب الناحية التانية كمان جايب عن المخلوقات البحرية، وهنا بعد كده عمل مراجعة على الفونكس زي ما شايفين، دي جزء الخاص بالصوتيات. الصفحة اللي بعدها كمان لسه بيكمل الجزء الخاص بالفونكس زي ما شايفين معايا ده كله. طيب هنا كمان شايفين هنا دي كده مراجعة كلها على الفونكس، لسه كمان هو مكمل من ورا شايفين، تمام. لسه كده ما دخلناش في المنهج، كله ده مراجعة، تمام. فين هو لسه بيكمل. بعد كده هنا جايب let's remember، هيا نتذكر. هنا كمان جايب اهم الكلمات عن المجوهرات وعن الأطعمة زي ما شايفين، دي كلها كلمات review، كلمات مراجعة. بعد جايب ask and answer يعني اسأل وجاوب، جايب كده كل سؤال والإجابة بتاعته، تمام. وهنا كمان البيج دي، وهنا كمان هو مكمل الأسئلة زي ما شايفين بالشكل ده، تمام. طيب نشوف اللي بعده، لسه كمان هو جايب let's remember ده listen to الدرس الثاني، وزي ما قلت لسه ما دخلناش على الصف الرابع. هو جايب هنا شهور السنة listen and say، استمع وقول. بعد كده هنا جايب الجرامر the past simple tense اللي هو زمن الماضي البسيط، شايفين جايب تكوينه والافعال المنتظمة، وطبعا هنا جايب دي طريقة الشرح والافعال الغير المنتظمة، تمام، والكلمات الدلالية. هنشوف اللي بعده، هنا كمان زي ما شايفين جايب الافعال المنتظمة والافعال الغير منتظمة، تمام. بعد كده جايب هنا الجزئية دي الخاصة بعلامات الترقيم، يعني دي كلها مراجعة على الجزء الخاص بعلامات الترقيم زي ما شايفين معايا، دي كلها كده الشرح. طيب هنشوف اللي بعده، هنا كمان جايب activities، جايب كده انشطة على الجزء السابق كله، تمام. دي كلها activities، كلها انشطة، تمام، زي ما شايفين كده. كده هو خلاص خلص المراجعة دي، هو جايب 20 صفحة للمراجعة، تمام، على الصف الثالث ابتدائي. بعد كده هنا بدأ بالصف الرابع، هنا theme 1 الموضوع الأول زي ما شايفين معايا كده، دي الصورة الخاصة بالموضوع الأول، تمام. نبدأ كده نشوف اللي بعده، هنا unit 1 بعنوان I feel God زي ما شايفين معايا بالشكل ده، وهنا جايب المفردات اللغويه واللغه والقراءه والكتابه، يعني كل حاجه هيتعلمها الطفل في يونت 1، تمام. نبدا كده نشوف مع بعض، اول حاجه ليسن 1، اول حاجه هنا جايب زي ما شايفين كده معايا، جايب اهم الفوكابلري الخاص بليسن 1 الدرس الاول فقط، تمام. طبعا زي ما احنا عارفين ان كل يونت بيكون مقسم لعده دروس، تمام. بعد كده دي البيج اللي بعدها، تمام، ده شكل كده الدرس. زي ما شايفين هو جايب هنا الكلمات، الكلمات الجديدة او الكلمات اللي هو مترجمها من تحت، هو ملونها من فوق باللون الاخضر، وكل طبعا كلمة مرقمة علشان نقدر نجيب الترجمة بتاعتها من تحت، تمام، زي ما شايفين كده قدامكم.
طيب بعد كده هنا مكمل الدرس، دي طريقه عرضه للدرس. تمام، هنشوف اللي بعده. كده هو خلاص خلص ليسن 1، خلص الدرس الاول، جايب عليه اكتيفيتيز، جايب عليه انشطه. زي ما شايفين هو جايب الانشطه دي اللي قدام حضراتكم على ليسن 1 الدرس الاول فقط. تمام، هو جايب البيج دي وجايب كمان البيج دي زي ما شايفينها كده قدامكم. تمام، وبعد كده هنا كمان في بيج تانية زي ما شايفين بالشكل ده، جايب على الدرس الاول فقط 3 صفحات من الانشطه. تمام، زي ما شفنا كده مع بعض. طيب بعد كده هنا، بعد كده هنا ليسن 2 الدرس الثاني، وهنا جايب طبعا اهم الكلمات بالطريقه دي، شايفين واضحه ازاي. بعد كده هنشوف اللي بعده كمان، يبقى الدرس ومقسمه على فقرات، وكل فقره هو كاتب الترجمه الخاصه بيها زي ما شايفين بالشكل ده. طيب اوكي، هنشوف اللي بعده كمان. هنا باقي ده الليسن لسه مخلصش. تمام، بعد كده هنا جايب نشاط من تحت. طيب اللي بعده هنشوف كمان، هنا لسه هو بيكمل الكلمات الخاصه بالليسن 2 الدرس الثاني زي ما شايفين معايا بالشكل ده. هنا عمل جدول كاتب فيه اهم الكلمات وتعريف كل كلمه من الكلمات دي ايه. بعد كده هنا كمان هيكمل الدرس، وزي ما شايفين دي طريقه عرضه للدرس. طيب هنشوف مع بعض كمان اللي بعده، هنا بيكمل لسه الجزء الباقي من الدرس. وبعد كده هنا خلاص ليسن 2 خلص، هو بدا يدينا ايه اكتيفيتيز، بيدينا انشطه زي ما شايفين معايا بالشكل ده. هو جايب قد ايه انشطه، جايب عندي البيج دي اللي قدامكم. تمام، دي كلها كده انشطه. طيب وكمان البيج الثانيه شايفين دي كلها انشطه، في كمان صفحه ثانيه. تمام، زي ما شايفين معايا كده يبقوا 3 صفحات على كل درس. تمام، وطبعا علشان وقت الفيديو مبقاش طويل، زي ما شايفين هو ماشي بنفس التسلسل. طبعا ده الجزء الخاص بالجرامر. تمام، طبعا دي قاعده قديمه خالص احنا خدناها في المراحل السابقه. جايب عليها هنا مجموعه من التمارين زي ما شايفين معايا، بيج واحده فقط هو جايبها. بعد كده هنا هو مكمل الدرس. تمام، بنفس الطريقه هنشوف مع بعض في نهايه الدرس هو عمل ايه. تمام، زي ما شايفين معايا كده هنا في ريفيو على اليونت بالكامل، هو مطلع هنا اهم الكلمات اللي احنا هنتعلمها في يونت 1. بعد كده جايب هنا رايتنج كورنر اللي هو ركن الكتابه زي ما شايفين معايا بالشكل ده. تمام، اللي بعده هنا جايب اكتيفيتيز على يونت 1 بالكامل زي ما شايفين معايا. يعني هو في البدايه بيجيب ليسن 1 مثلا الدرس الاول بيجيب عليه 3 صفحات تمارين. تمام، كل ليسن بعديه 3 صفحات. بعد ما بيخلص اليونت بالكامل، زي ما انتم عارفين اليونت بيكون بيحتوي على مجموعه من الليسنز، مجموعه من الدروس. فهنا في النهايه هو جايب اكتيفيتيز انشطه على يونت 1 بالكامل. تمام، زي ما شايفين. طيب هو جايب قد ايه؟ زي ما شايفين دي كده كلها الاسئله. تمام، هو جايب البيج دي والبيج دي كمان البيج دي اللي وراه، يعني هو جايب على يونت 1 3 صفحات مراجعه. وبعد كده هنا يونت 2 الوحده الثانيه، في نهايه الكتاب من ورا جايب دروس الاستماع زي ما قلت في البدايه خالص، دي كلها دروس الاستماع. تمام، الكتاب ده لسه كمان معاه ملحق، بيجي مع الكتاب ده ملحق، الملحق ده بيكون فيه الاجابات الخاصه بالكتاب، وكمان بيكون فيه امتحانات متنوعه على المنهج بالكامل. تمام، وكده احنا خلصنا ريفيو بتاع النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. ثانكس فور واتشنج، باي باي.